واحد بيقول ما معنى ان الله يجازي كل واحد حسب اعماله ان كان خيرا او شرا، ومن المعروف ان الانسان سيفعل الشر الى نفسه الاخير لانه لا يوجد انسان يزكى امام الله يوما واحدا. طبعا مش كل شر زي بعضه، والانسان جايز فيه شر بيعمله بغير ارادته، وجايز فيه شر بيعمله بارادته، جايز فيه شر بيعمله يلتز بيه، والشر بيعمله يندم عليه، جايز فيه امور ضاغطة عليه من الخارج، حاجات كثيرة. ومع ذلك ربنا بنقول له في المزمور، يعني ما تاخدش آية واحدة وتسيب الباقي، بنقول له في المزمور: إن كنت للآثام راسبا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. إن كنت للآثام راسبا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. ده أول مزمور في صلاة النوم، وآخر مزمور في صلاة باكر بنقول له فيها: لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لا يتزكى قدامك أي حي. فإحنا بنخطئ، ومع ذلك نقول له في المزمور 50: انضح علي بزوفاك فأطهر، ارسلني فأبيض أكثر من السلك. ونقول له: لا تحجب وجهك عني. مراحم ربنا كبيره.